شكرا جزيلا إلى رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية ممثلة بالسيد الأستاذ محمد على هذه الدعوة الكريمة وعلى تكليفي بإدارة هذه الجلسة وعلى اختيار هذا الموضوع في الترجمة الليلة. وفي هذه الجلسة سيأخذنا الأستاذ الدكتور كاظم خلف العلي إلى عالم الترجمة، عالم الترجمة الساحر، حيث تجتمع اللغات وتجتمع الثقافات وتجتمع الحضارات. وقبل أن نبدأ سأحاول أن أقرأ جزءا يسيرا من سيرة الأستاذ الدكتور كاظم خلف العلي، السيرة الغنية الحقيقة، وهي طويلة جدا لكني سأختار منها الشيء القليل. الأستاذ الدكتور كاظم خلف العلي من مواليد البصرة 1964، تخرج من قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة البصرة عام 1985-1986، حصل على شهادة الماجستير من نفس القسم العام الدراسي 1989، وكانت رسالته بعنوان تحليل لغوي لبعض القضايا الخلافية في الترجمة من الإنجليزية للعربية، بالإشارة الخاصة لأربع ترجمات مختلفة للمشهد الخامس من الفصل الرابع لمسرحية هاملت لويليام شكسبير. حصل على شهادة الدكتوراه في العام 2006 عن أطروحته الموسومة تقييم جودة الترجمة ونظرية استجابة القارئ، دراسة في استجابة القراء غير العرب المتمكنين من اللغة الإنجليزية لترجمات من الشعر العربي الحديث، ونالت الأطروحة تقدير الامتياز من قبل اللجنة الممتحنة. نشر العديد من المقالات العامة في شؤون التعليم العالي والشأن العراقي العام. كتب ونشر العديد من البحوث والدراسات داخل العراق وخارجه، ومنها مقالته الترجمة والثقافة في ظل الأنظمة الشمولية، ملاحظات في ترجمة كتاب العودة إلى الأهوار لغافين يونغ في مجلة جمعية المترجمين الأيرلنديين، والبحثين هل الترجمة حلال، دراسة في سرديات المترجمين الشفاهيين والتحريريين العراقيين، وتقييس ما لا يقيس، دراسة في ترجمة الشعر في مجلة Translation Watch Quarterly الأسترالية. نشر الكتب الآتي عن الترجمة: مسائل في الترجمة، إنشودة المطر، القصيدة وثلاث ترجمات، مقالات في الترجمة الجزء الأول، مقالات في الترجمة الجزء الثاني، موضوعات في الترجمة، قيد الطبع مع مجموعة من الطلبة، حوارات في الترجمة. أسس قسم الترجمة في كلية الآداب بجامعة البصرة بدعم ومؤازرة عدد من الزملاء في قسم اللغة الإنجليزية. الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أقدم لكم الدكتور كاظم خلف العلي، تفضل المنصة رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أشكر الأستاذ محمد ورابطة مصطفى جمال الدين الأدبية على دعوتها لي لإلقاء هذه المحاضرة التي هي بعنوان الترجمة وما بعدها. ومثل ما يتضح من العنوان فإنني سأتكلم عن موضوعين: عن الترجمة وماهيتها، ومن ثم إلى ما بعد الترجمة. بحسب القصة التوراتية الواردة في سفر التكوين The Book of Genesis، فإن بداية الترجمة هي عندما حصل تبلبل الألسن في بابل. تقول القصة التوراتية بأن جميع الأقوام كانت تعيش في مدينة بابل، وأنها ذات يوم قررت أن تبني مدينة عظيمة وبرجا يصل إلى عنان السماء. فغضب الله على هذه المجموعة البشرية بأن شوش لغاتهم، أكسبهم أكثر من لغة، ومن هنا نشأت الترجمة، إذن من بلبلة الألسن في بابل. طبعا هذه القصة هي مخالفة لما يرد في القرآن الكريم، لأن في القرآن الكريم تعدد الألسن
هو آية من آيات اختلاف الألسن، هو آية من آيات القدرة الربانية. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن هي ليست قضية تصادفية مثل ما هو موجود في القصة التوراتية. هذه القصص الدينية لا يعتد كثيرا بها في عالم البحث العلمي المعاصر، مثل ما يعتد مثلا في بحجر الرشيد الذي تم اكتشافه في مصر، الذي يعود إلى عهد الملك بطليموس الخامس، أو الألواح التي كان يسجل عليها الملك سرجون الأكدي، ينشر بها ترجمات المتعددة للأقوام الموجودة في مملكته عن انتصاراته وأخباره وإلى آخره. هذه الأمور تؤخذ على محمل الجد كثيرا. إذن بدأت الترجمة من هنا. وجدير بالذكر أن العالم الترجمي الشهير جورج ستاينر كتب كتابا اسمه After Babel، ما بعد بابل، نشره في عام 1975، يتكلم عن الترجمة ابتداء من هذه المرحلة. سارت عربة الترجمة واشتغل المشتغلون بها وأدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم عن الترجمة. فسيسيرو أو شيشرو بالعربية يقول في القرن الأول قبل الميلاد في معرض حديثي عن ترجمته لاثنين من خطباء أثينا، يقول: And I did not translate them as an interpreter but as an orator. ولم أترجمهما كمترجم، بين قوسين يعني ترجمة حرفية، بل كخطيب، لأنه أحسن من يعرف الخطيب هو الخطيب، أو مثل ما نقول خير من يترجم الشعر هو الشاعر. وننتقل بعد ذلك إلى القرن الرابع الميلادي، حيث يقول شفيع المترجمين القديس جيروم أنه لم يترجم في معظم ما ترجمه ترجمة حرفية، اللهم إلا باستثناء ترجمة الكتاب المقدس، وكل ترجماته ترجمات معنوية أو حرة. إذن هنا نتلمس بدايات الحديث أو ثنائية الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية أو الحرة. بعد ذلك ننتقل إلى المصلح مارتن لوثر، وقام بأجرأ خطوة بترجمته الكتاب المقدس إلى واحدة من اللهجات العامية الألمانية، وله تعبير ديمقراطي مهم، حيث يقول فيه: عليك أن تسأل الأم في بيتها، والأطفال في الشوارع، والرجل العامي في الأسواق، وأن تنظر إلى أفواههم وتسمع ما يتكلمون به وتترجم بتلك الطريقة، أي أن تستخدم لغة الإنسان العامي، لا تستخدم لغة لا يفهمها الناس. بعد ذلك ننتقل إلى الشاعر الإنجليزي جون درايدن، الذي يقسم الترجمة إلى ثلاثة أنواع، هي الترجمة الحرفية متافريز، والترجمة إعادة الصياغة اللي هي الباريفريز، والإيميتيشن اللي هي المحاكاة، وهي طريقة المحاكاة طريقة حرة جدا. ومن درايدن ننتقل إلى المفكر الفرنسي إتيان دولي، والذي غالبا ما كثيرا ما يلقب بأنه شهيد الترجمة، لأنه بناء على ترجمته لأحد حوارات إفلاطون أضاف كلمات من أجل الوضوح، ثلاث كلمات هي غيان دولي دوتو، وبعد ذلك رأت الكنيسة أن هذه الترجمة هي خروج عن تفسيرها وعن أفكارها، فأحيل إلى لجنة في السوربون، وهذه اللجنة حكمت أنه هو متجاوز، فتم إحراقه بعدين على الخشبة بناء على هذه الترجمة التي يعتقد أنها فيها تجاوز. وأسس لنا خمسة من المبادئ المهمة كثير ما نشير إليها في صفوفنا في الترجمة. وبعد إتيان دولي وضع ألكسندر فريزر تايتلر مجموعة من أيضا من المبادئ التي لا تختلف كثيرا عن المبادئ التي وضعها إتيان دولي. شلايرماخر الذي سننتقل إليه، هذا الاسم وضع أو أضاف الكثير من الإضافات المهمة في الترجمة، ومنها تقسيمه للمترجم إلى نوعين: المترجم التجاري والمترجم الفني والأدبي. ووضع لنا ثنائية مهمة جدا هي التطبيع (naturalizing) والتغريب اللي هو (alienating)، واللي أعاد صياغتهم باحث حديث هو لورنس فينوتي، سماهم بالdomestication
التوطين والفورنايزيشن أيضا التغريب. ويقول شلايرماخر بأن هنالك طريقان أمام المترجم الحق، إما أن يترك القارئ على راحته وينقل المؤلف باتجاه القارئ، أو العكس ينقل القارئ باتجاه المؤلف. ومن شلايرماخر ننتقل إلى العالم اللغوي الشهير رومان ياكبسن، وكتب رومان ياكبسن مقالة مهمة واحدة يتيمة اللي هي On the Linguistic Aspects of Translation، في الجوانب اللغوية من الترجمة، والتي فيها أعطانا ثلاثة أصناف للترجمة اللي هي Intralingual، الترجمة في اللغة ذاتها يعني استبدال الكلمات بكلمات أخرى، والإنترلينجوال اللي هي هذه الترجمة المتعارف عليها استبدال وحدات لغوية بوحدات لغوية في لغة أخرى، والإنترسيميوتك اللي هي الترجمة الإشارية، مثلا كأنه ترجم كلمة قف باللون الأحمر في الإشارات المرورية، هذا أيضا نوع من أنواع الترجمة. ويقول في مقالته الفريدة اليتيمة التي أشرت إليها من أن جميع جوانب العملية أو التجربة الإدراكية وتصنيفاتها قابلة للنقل إلى أي لغة موجودة، يعني ليس هنالك شيء لا يقبل الترجمة، وأيضا ينادي بالتكافؤ من خلال الاختلاف وليس من خلال التشابه، وهذا أمر صحيح. ففي العربية مثلا نقول عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، بينما بالإنجليزية نقول A bird in hand is better than two in the bush، أو نقول في العربية كحامل التمر إلى البصرة، هاي كحامل التمر إلى البصرة لا يصح ترجمتها ب carrying dates to بصرة، لأن الإنجليزي لن يفهم عليها، بينما يفهم على carrying coal to Newcastle، كحامل الفحم إلى نيوكاسل، لأنه حاجتهم إلى الدفء كبيرة جدا الإنجليز، ومدينة نيوكاسل شهيرة بإنتاج الفحم. فالتكافؤ بالاختلاف وليس بالتشابه. وننتقل بعد ذلك إلى رومان ياكب إلى عفوا إلى يوجين نايدا، وهو عالم كبير من في الترجمة، وترجم له كتاب عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية اللي هو نحو علم للترجمة، ترجمه الأستاذ الدكتور ماجد النجار. هذا الكتاب المهم واللي بي يعطينا نايدا ثنائيتين اللي هي التكافؤ الشكلي من حيث الشكل والتكافؤ الدينامي، ويضع شروط للترجمة الناجحة اللي هي أولا making sense، على الترجمة أن يكون لها معنى، أي ترجمة بدون معنى ليست بذات فائدة. اثنين conveying the spirit and manner of the original، أن الترجمة تنقل روح وطريقة العمل الأصلي. ثلاثة having a natural and easy form of expression، يجب أن يكون للترجمة تعبير طبيعي وتلقائي. ورابعا producing a similar effect، إنتاج أثر مكافئ، وهذا الأثر المكافئ حقيقة من الأشياء المهمة التي هي مصاحبة إلى التكافؤ الدينامي، بمعنى أنه إرنست مثلا إرنست هيمينغواي كتب رواية اسمها The Old Man and the Sea للجمهور المتكلم بالإنجليزية، وتأثر بها بطريقة ما، وجاء منير البعلبكي وترجم هذه الرواية إلى الشيخ والبحر، فالجمهور العربي يجب أن تكون ردة فعله أو الأثر الذي تتركه الترجمة مشابها، ولا نستطيع أن نقول مساويا، مشابها إلى ردة فعل الجمهور الأمريكي والإنجليزي عموما. هذا مبدأ الأثر المتكافئ. بعد ذلك يأتينا بيتر نيومارك، وهذا عالم كبير منتج حقيقة، ويقدم لنا ثنائية مشابهة إلى ثنائية نايدا، وهي الترجمة الدلالية سيمانتيك والترجمة التواصلية كومينيكتيف. وهناك أيضا جي سي كاتفورد صاحب كتاب يتيم أيضا في الترجمة اللي هو Linguistic Theory of Translation، وهذا ترجم عن جامعة البصرة، ترجمه الأستاذ الدكتور عبد الباقي الصافي عن جامعة البصرة هذا الكتاب.
الألمان حقيقة لهم دور مؤثر وخصوصا في المدرسة الوظيفية The Functional School of Linguistics and of Translation. فجوليان هاوس وهي اسم من الأسماء الكبيرة في عالم الترجمة وظفت النحو الوظيفي النظمي لصاحبه هاليداي ومفاهيمه الأساسية وهي الفيلد والتنر والمود. وتؤكد جوستا هولز منتاري على أن الترجمة هي فعل من الأفعال، ويحتوي أو يشتمل على مجموعة من اللاعبين من المؤثرين إضافة إلى المترجم، يعني هي تتدخل بها يتدخل لاعبين كثيرين في الترجمة، وهم المنشئ والمفوض ومنتج النص الأصلي ومنتج النص الهدف ومستعمل النص الهدف ومستقبل النص الهدف. هؤلاء كلهم يؤثرون في الترجمة. وتربط كاثرينا رايس، وهذه اسم كبير في الترجمة، وظائف اللغة اللي هي استنادا إلى هامبولد ثلاث وظائف: الوظيفة التعبيرية والوظيفة الاجتماعية والوظيفة الجمالية، تربطهم بتركيز النص وبالطريقة أو الاستراتيجية المناسبة للترجمة. يعني تسوي رابط ما بين توجه النص وما بين الوسيلة المناسبة للترجمة. وتشترك مع عالم ترجمي اللي هو هانس جي فيرمير في نظرية اسمها نظرية الهدف سكوبوس ثيوري، وهذه من النظريات المؤثرة. وبحسب هذه النظرية فإن الترجمة يمكن أن تعاد ترجمتها، يعني النص ممكن أن يعاد ترجمته مرة ومرتين اعتمادا على الهدف المقصود من الترجمة. بمعنى هسه لو أخذنا مسرحية لشكسبير، واحدة من مسرحياته، فهناك ترجمات عديدة وأسبقها خليل مطران ومن ثم غازي جمال والطاهر الخميري وجبرة إبراهيم جبرة. هذه الترجمات تختلف فيما بينها باختلاف الهدف من الترجمة. فخليل مطران في الأعم الأغلب قدم ترجماته إلى طلاب المدارس الإعدادية، فهذه بالتأكيد تختلف عن ترجمة جمال جبرة إبراهيم جبرة اللي هي للقارئ المثقف الناضج الذي يقف على أرض صلبة. ومما تؤكد عليه نظرية الهدف أن الترجمة أن الإنسان يجب أن يترجم، الإنسان يجب أن يترجم بوعي وبثبات مع مبدأ يضعه في عين الاعتبار، وهذا المبدأ يتغير من ترجمة إلى أخرى. ومن نظرية الهدف سكوبوس ثيوري ننتقل إلى نظرية النظم المتعددة بولي سيستم ثيوري التي أتى بها عالم الترجمة الإسرائيلي إيتمار إيفن زوهر اعتمادا على الشكلانيين الروس في العشرينيات من القرن العشرين، والتي بمقتضاها يشكل الأدب المترجم نظاما خاصا به يشترك مع بقية الأنظمة الأدبية ويتنافس معها. وإذا ما احتل الأدب المترجم المكانة الأولى هناك عواقب لهذا الأمر، أو إذا ما احتل المرتبة الثانية هناك أيضا عواقب لهذا الأمر. إذن الأدب المترجم ما معزول عن الأدب الذي يوضع والذي يكتبه الكتاب والمؤلفون إلى آخره، وإنما هو جزء من هذا النظام. ومن الإسرائيلي إيتمار إيفن زوهر إلى الإسرائيلي جدعون توري، وهذا قدمنا دراسات كثيرة في الترجمة الوصفية ونظرية الأعراف الخاصة به. ومنه ننتقل إلى إندرو تشسترمان ودراسته في ميمات الترجمة. هذا مصطلح الميم هو المكافئ الثقافي للجين، الجين هو المورث البيولوجي والميم هو المورث الثقافي الذي تتناقله الأجيال، ما تتناقله الأجيال ثقافيا من جيل إلى جيل. وورد المصطلح أول مرة في كتاب ريتشارد داوكنز الجين الأناني The Selfish Gene. وهناك مجموعة من الميمات التي يسطرها لنا أندرو تشسترمان. وينظر أندري لوفيفر إلى الترجمة بوصفها عملية إعادة كتابة ريرايتينج، مثل ما جرت ريرايتينج في التاريخ، عملية إعادة كتابة التاريخ. يعني في زمن صدام حسين إذا تذكرون حضراتكم طلب من أساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في التاريخ إلى غربلة
كلينزينج، غربلة التاريخ العراقي من أي مؤثرات، وخصوصا أثناء حربنا مع إيران، يعني من المؤثرات اللي هو يراها الفارسية في التاريخ. فهذه عملية من عمليات إعادة الكتابة. بالنسبة إلى الترجمة، تحصل عملية إعادة الكتابة بسبب الشعريات أو الأسلوبيات المؤثرة وبسبب الإيديولوجيا المؤثرة. ومن لوفيفر ننتقل إلى المنظرات النسويات، الفيمينست ترانسليترز، أمثال لوري تشامبرلين وشيري سايمون ولويز فون فلوتو، اللواتي يرين أن الترجمة لابد أن تكون وسيلة لجعل المرأة منظورة ومسموعة، وأن هدفهن هو زعزعة النظرة الجنسوية المنحازة من المرأة والترجمة على حد سواء. يعني هناك تشابه ما بين مكانة المرأة والترجمة، حيث أن المرأة هي الترجمة، الكائن الاشتقاقي الضعيف، وأن الأصل هو المولد القوي، the powerful generative, the original. وتسعى المنظرات النسويات إلى التشكيك بالمجازات التي تربط الترجمة جنسيا بالمرأة، ومنها المجاز الفرنسي لبيل انفيدال، الخائنات الجميلات، بمعنى الترجمة إذا كانت جميلة فهي خائنة، شأنها شأن المرأة. أو مجاز جورج شتاينر في الحركة الهرمنيوطيقية، وقضية هناك مصطلح به دلالات جنسية. وترى المترجمة النسوية سوزان دو لوتبنيه أن ممارستها الترجمية هي عبارة عن نشاط سياسي يهدف إلى جعل اللغة تتحدث باسم المرأة، ولذلك نصا هي الذي ما تقوله، ولذلك فإن توقيعي على ترجمة يعني أنني استخدمت كل استراتيجية ممكنة لجعل المرأة بارزة أو منظورة في الترجمة. إذن هذا الخط مالته. وطبعا أكو استراتيجيات معينة، مثلا تبني اللواحق التي تشير إلى المرأة، مثلا أوثر للمؤلف، أوثرس للمؤلفة، وان تأكيد كتابة حرف الإي ببول تايب، يعني بالحبر الطوخ، بمعنى الإشارة إلى المرأة، وهكذا. هناك الكثير من هذه الاستراتيجيات التي تتبعها المترجمات النسويات. وتهتم الدراسات ما بعد استعمارية في الترجمة وفي الحقول الأخرى بتركات الاستعمار وتأثيراته في الكتابة والترجمة، حيث ترى المفكرة النسوية التفكيكية جاتري سبيفاك، هذا اسم كلش كبير في عالم الدراسات ما بعد الاستعمارية، وهي صاحبة مقال أو دراسة بعنوان هل يستطيع التابع أن يتكلم، دراسة مهمة جدا الحقيقة. وهذه الدراسة أنا أشرت إلى واحدة من طالباتي أن تأخذها كموضوع وفي رسالتها للماجستير ودرستها وترجمت هذا النص من النصوص المهمة. كان دي سابولترين، هذا سابولترين مثل الآخر، دراسات الآخر في اللغة والأدب. فالتابع هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ كتبت مقال مهم اللي هو The Politics of Translation، اللي تتحدث على أنه في عملية الترجمة الكلية يحصل هناك مسح للهوية الثقافية الوطنية المحلية من أجل المقبولية. يعني حتى الأدب مالتنا مثلا يكون مقبولا في الولايات المتحدة أو في بريطانيا لابد من نزع خصوصياته المحلية. وتسمي سبيفاك هذه الترجمة بالترانسليتيز، مو ترانسليشن، لا ترانسليتيز، على أنها ترجمة بها تحوير، بها تغيير. نعم. ننتقل من الدراسات ما بعد استعمارية إلى الدراسات إلى الترجمة والوحوشية، الكانيبالست أبروتش، هذا من كانيبال اللي هو أكلت لحوم البشر المصطلح، والذي يرى أنه الترجمة يرى في التهام الآخر والتغذي عليه مصدرا من مصادر تنشيط الذات وتقويتها، وتجسد الاتجاه بكتابات وتجسد الاتجاه بكتابات الشاعر والمترجم البرازيلي هارولدو دو كامبوس، وفي التنظير له من قبل إليس فييرا، هذا المنظور الوحوشي. بمقابل المنظور الوحوشي والتهام الآخر، هناك مصطلح اللي هو المثاقفة، الأكلتشريشن، من culture acculturation المثاقفة،
لأنه المصطلح الوحوشية به من الدلالات السلبية ما به. إذن دارت عجلة الترجمة وتغيرت وحدة البناء فيها من الكلمة إلى الجملة إلى النص والخطاب، إلى أن تنبأ كل من أندريلو فيفر وسوزن باسنت على أنه ليس الكلمة ولا الجملة هي وحدة الترجمة، وإنما الثقافة هي وحدة الترجمة. وهذا أمر صحيح، لأن مشاكلنا اليوم هي مو مشاكل كلمات معينة، كلمة هنا وكلمة هنا، أو واحد يترجم بصرة بالبصرة بدلا من بصرة، وغيرها من الـ من الـ من قضايا التكافؤ. لا، مشاكلنا اليوم هي مشاكل ثقافية اللي هي متعلقة بالحجاب مثلا، وبالبوركيني، وباللحم الحلال، وإلى آخره. هذه كلها مسائل ثقافية. فهما يقولان أندريلو فيفر وسوزن باسنت: neither the word، لا الكلمة، nor the text، ولا النص، هما وحدة الترجمة، بل الثقافة هي وحدة الترجمة. تغيرت الترجمة خلال هذه المراحل الكثيرة من translation إلى translatees إلى translationees، كل واحد يسميها من المنظرين بتسمية خاصة. هذه هي على شكل بصورة عاجلة الترجمة. الآن نأتي إلى ما بعدها. ما بعدها: ضمن اهتماماتها بموقع الترجمة والمترجمين في مناطق الصراع ورفضها لبراءة الترجمة. احنا عندنا في الترجمة كثيرا ما يستخدمون مصطلح او مجاز اللي هو انه الترجمة جسر للتواصل. عندنا عالمة مصرية بريطانية اللي هي مونا بيكر، اسم كلش كبير في عالم الترجمة. طبعا عندنا عالم عراقي اسم كلش كبير في عالم الترجمة اللي هو باسل حاتم من اهل الموصل. إلا أنه الاختلاف بيناتهم أنه مونا بيكر ملتزمة بقضايا العرب وخصوصا القضية الفلسطينية، لها نشاطات واسعة، وحصل لها مشاكل كلش كبيرة عندما طردت اثنين من كبار الباحثين الإسرائيليين اللي هما جدعون توري وماريام شليزنجر، يشتغلون في مجلة خاصة بها. طردتهم لأنه كانت ضمن حملة مقاطعة المؤسسات الجامعية الإسرائيلية، وحصل لها ما حصل حقيقة بذلك. المهم، هي تستنكر مصطلح براءة الترجمة. الترجمة ليست بريئة. تدرس حوادث أو فعاليات أو أحداث في الترجمة في مناطق الصراع وتخلص إلى نتيجة أن الترجمة ليست بريئة، بمعنى أنها يمكن أن تستخدم لأغراض سيئة. وضمن منهجها السردي The Narrative Approach لدراسة الترجمة الذي طورته عبر مجموعة من البحوث والدراسات، فإنها تشير إلى خطورة بعض السرديات المفاهيمية conceptual narratives التي تتجاوز حدودها المنهجية، مثل كتاب رافائيل باتاي The Arab Mind، العقل العربي، وكتاب سامويل هيتينغتون اللي هو The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order. هذا الكتاب كل الشيء حضراتكم أكيد سامعين بي أو قارينه، اللي هو كتاب صراع الحضارات، واللي بي وقبل سامويل هيتينغتون يقول بأنه على الثقافة الغربية أن تحتضن الثقافات المشابهة لها، وأن تسلك مع الثقافات الغريبة عنها، أن تحتضنها إذا 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 جاءت تلك الثقافات في طريقها، لكن أن تتصادم معها كلما كان ذلك ضروريا. هذا الذي يقوله هيتينغتون. طبعا يقسم حضارات العالم إلى مجموعة من الحضارات، ويرى أن لها كل واحدة من هذه الحضارات سمات خاصة بها، وهي في الأعم الأغلب في حالة صراع مع الثقافة أو المثل الأمريكية اللي هي يشار إليها على أنها جيدة. هذا الكتاب، كتاب سامويل هيتينغتون وحتى كتاب رافائيل باتاي، تجاوز حدود المناهجية، يعني خرج من عالم السياسة ودخل في مجالات كثيرة أخرى. وكان الرئيس جورج دبليو بوش يعتبر هذا الكتاب نقطة مرجعية إليه، مثل ما كان كتاب
أمير لميكافيلي يستخدم الكثير من الزعماء السياسيين إلى آخر يقرؤون به حتى يعرفون كيف يتعاملون به مع شعوبهم. ومما تجدر الإشارة إليه أن أحد الكتاب الكويتيين أشار على القوات الأمريكية إلى اعتماد كتاب الدكتور علي الوردي لمحات تاريخية من تاريخ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق. وطبعا علي الوردي بوصفه سوسيولوجيست عالم اجتماع يحلل الكثير من الظواهر الموجودة بالمجتمع وخصوصا السلبية منها. فهذا الكويتي طلب من الأمريكان أن يعتمدون كتب الوردي حتى يعرفون كيفية التعامل مع العراقيين. أو في توصية القادة الأمريكان للضباط اللي موجودين في الميدان بعدم توظيف المترجمين العراقيين مباشرة، لأن هؤلاء العراقيين كما يرون هم خضعوا لفترة طويلة من الدكتاتورية، وحتى ينجوا بأنفسهم اعتادوا على المكر والخداع والغش والكذب وكل هذه الصفات. إذن هذه السرديات اللي من السرديات أيضا السيئة اللي تشير اللي أنا أشير لها، يعني مونا بيكر أعطتنا هاي السرديات، أنا أشير مثلا إلى فيلم اللي هو لتوم كروز ميشن امبوسيبل 4. وفي هذا الفيلم أول لقطة ينزل توم كروز إلى الإمارات وهنالك جمال في الإمارات وصحراء وعاصفة رملية، وهذا الشيء ليس بحقيقي لأن الإمارات الآن هي حلم الغربيين والأمريكان بأن يعملوا بها وأن يعيشوا فيها. فهذه الصورة هي صورة سيئة، سردية سيئة. السرديات كما تقول مونا بيكر لا تجتاز الحدود اللغوية والثقافية ولا تصبح سرديات عالمية كبرى متى global narratives إلا بتدخل المترجمين. يعني من دون عمل المترجمين لا يمكن أن تصبح السرديات مؤثرة وعالمية وكبرى. وهنا يكمن دور المترجم. المترجم لابد أن ينتبه إلى هذا الدور اللي عليه نمطية سلبية من حضارتنا ومن ثقافتنا وأدبنا، وأن يعملوا بمقولة المترجمين، يعملوا بمقولة جبران خليل جبران الذي يقول: يقولون لي إذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه لعله يحلم بحريته، وأقول لهم إذا رأيت عبدا نائما أيقظته وحدثته عن الحرية. إذن كمترجمين احنا لابد أن نعي هذا الدور، لابد أن نهتم بهذا الدور، لابد أن نقدم سرديات بديلة عن السرديات القهرية التي يفرضها العالم المتقدم علينا احنا. هذه مسألة مهمة، يعني ممكن للمترجم أن يقوم بعمل تجاري بالترجمة مالته، يترجم جنسية وشهادة جنسية وعقد زواج وعقد طلاق، لكن لابد أن ينتبه إلى هذا الدور الآخر اللي هو مهم بشكل كبير جدا. أنا الآن انتهيت وأشكركم على حسن الاستماع.